وبناء على ايه بعمل ترانسبلانت؟ دايما الولاد كان زمان يجي يعمل اعلان يقول لك عايزين فص كليه او فص كبد عيان بلاد جروب او مثلا ويدخل شويه حاجات كده مفهومه. اولا ايه انواع الجرافت؟ انت كلمه جرافت يعني حاجه هتتنقل. الجرافت دي هتتنقل لمكان معين، حاجه هتيجي عندك في الحته دي. الجرافت دي ممكن تبقى اوتوجرافت. ومقصود كلمه اوتوجرافت يعني ايه؟ من العيان من نفسه لنفسه. بمعنى قلت لكم قبل كده كان في حالات اللي هي كنا بنشوفها كتيره، الفراك او الكانسر اللي بيحصل في المنطقه دي اللي هي فين؟ في الجو. يشيل العظم ويشيل الجلد وبعدين يجيب عظمه ما لهاش لازمه اسمها الفيبولا ويروح مكسرها وعامل بيها شكل كده ويجيب سكين ويروح لازقه هنا. هو عمل ايه؟ شال من مكان نقل في مكان تاني. فانت من نفس العيان هو فيسموه اوتوجرافت. طب الهيتيروجرافت، الهيتيروجرافت ده من شخص تاني. يعني ايه؟ يعني واحد عايز يعمل عملية ترانسبلانتيشن لكبد، عايز يعمل رينال ترانسبلانت، ما ينفعش اكيد طبعا، ما هو بالعقل اكيد عمره ما هيجيب من نفسه لانها بايظه اصلا، فهيجيب من شخص تاني. طالما من شخص تاني بقت اسمها تيروجرافت. طب لو هو توأمه بقى ايدنتيكال توين يسموها ايه؟ ايزوجرافت. كان زمان بقى في حاجه هبله كده بيسموها زينوجرافت. زينو اولاد يعني انيمال، تجيب بقى زيت حصان ولا بتاع اي حاجه تمام تلبسه هي اي هبل ده، ما اعرفش هياخد ايه من انيمال يعني، بس ما علينا تمام. فكان في حاجه اسمها زينوجرافت بس الريجكشن فيها عالي قوي. طيب علشان تعمل عمليه الترانسبلانتيشن في شروط معينه لازم تعملها، بنعمل حاجه اسمها التطابق. طب التطابق ده بيتعمل ازاي؟ لازم يكون خلايات متطابقه. طب مش معنى دايما بنقول الايزوجرافت اللي هو الايدنتيكال توين هي تيبيكال جرافت؟ احسن جرافت لو انت عايز تنقل من بره دور على حد من عيلتك. دايما دايما في الغالب بيبقى الافضل جرافت يكون حد من العيله، وبالذات الاخ الاخت الاب الام الكلام ده كله تمام. جم شافوا الموضوع ده لقوا ان في حاجه اسمها الام اتش سي الميجور هيستو كومباتيبلتي، وده معاه كمان حاجه اسمها الاتش ال اي هيومن ليمفوسيتك انجن. ايه ده يا ولاد؟ ايه الاتش ال اي ده؟ لما جم درسوا الخريطه الجينيتك ماب بتاعه الخلايا لقوا ان الكروموزوم لما بنيجي نرسمه ولاد بيبقى عباره عن اثنين كروماتيد ممسوكين ببعض في حته كده اسمها سنتروبير ما علينا. ده بيسموه شورت ارم وده بيسموه اللونج ارم. الارم سواء شورت او لونج ارم عباره عن ايه؟ مجموعه جينات مخصوصه جنب بعض. جم على الكروموزوم رقم 6 في كل خليه لقوا ان في جين، الجين ده اسمه ايه؟ ام اتش سي ميجور هيستو كومباتيبلتي جين. الجين ده بينكود بيطلع بروتينات، البروتين ده اسمه ايه؟ اسمه اتش ال اي هيومن ليمفوسيتك انجن. يبقى ده البروتين اللي عندك. البروتين ده فيه جزء منه بينزل في الدم، فبنعمل تحاليل وبنعمل تطابق وبتدور على الاتش ال اي وبتشوف هل الاتش ال اي ده بروتين طالع من الام اتش سي او انكودد بالام اتش سي. فلو في تطابق في الاتش ال اي يبقى في غالبا تطابق فين؟ في اللي مطلع في الام اتش سي. فلما بيجي يعملوا تطابق مع ترانسبلانت بيجيب واحد يقول له احنا عايزين منك فص من الكلى او كليه يمين مثلا، فعايزين ايه؟ عايزين ناخد منك عينه الاول من الدم عشان نتاكد في تطابق ولا لا. بياخد عينه الدم يعمل فيها ايه؟ يشوف فيها الاتش ال اي ده البروتين اللي نزل عندي. لو لقى في تطابق في الاتش ال اي يبقى يقدر ينتقل للمرحله الثانيه اللي هي يعمل تطابق مع مين؟ مع الام اتش سي. طب لو من البدايه ما فيش تطابق في الاتش ال اي يبقى ماليش دعوه خلاص كده كده الدنيا مضروبه. ليه؟ لان انا هلاقي الام اتش سي الجين نفسه مختلف تمام. طب وايه كمان في التطابق؟ الاي بي او. الاي بي او ده البلاد جروب.
يعني لازم يكون في تطابق في البلاد جروب. ليه بقى؟ لان من الاخر كده لو انت نقلت كليه لواحد، الكليه دي مثلا متعوده ان في دم معين بيمشي فيه واكسبتد وبقى لها 20 30 سنه على كده، لو انت نقلت الكليه دي لشخص تاني دمه مختلف، الدم او لما يجي يمشي في الكليه هيكتشف او هيحس انها غريبه عليه فممكن يهاجمها. فدايما بيعملوا ايه؟ تطابق اي بي او وتطابق اتش ال اي. واكتشفوا بعد كده ان الاي بي او ده البلاد جروب اي او بي او او يعني او اي بي بيبقى فيهم سب تايبس، فاكتشفوا ان في بعض حالات الريجكشن بتحصل لان ليتر اون اكتشفوا ان في سب تايبس، زي ما اكتشفوا بعد كده ان في سب تايبس في الـ في الاتش ال اي. طيب لقيت شخص متطابق معاه اي بي او اتش ال اي ودرست شويه، لقيت طبعا الام اتش سي بتبقى صعبه انهم يدرسوها، بس في بعض السنترز بره مش عندنا الكلام ده بيعملوا دراسه، لقيت ان الاورجن تقريبا متطابق. تمام؟ اعمل ايه؟ اروح واخدها نقلها كده على طول؟ لا، لازم نجهز جهاز المناعه ونبتدي نعمله سبريشن علشان ما يرفضش اي حاجه تتنقل. بمعنى باجي قبل عمليه النقل بثلاث شهور بالكتير وبندي حاجه اسمها اميون سبريشن. طب ده يعمل ايه في الاميونيتي؟ يقللها سيلز وانتي بودي. وبعدين تعمل عمليه الترانسبلانت، وبعدين تفضل ثلاث شهور تانيين عمال تدي فيه اميون سبريشن وبتقللها بالتدريج. علشان ايه؟ علشان يبدا الاميون سيستم يتعود على الاورجن الجديد اللي انت نقلته. طب ينفع اكمل زياده عن ثلاث شهور؟ ما طول ما انت بتدي الاميون سبريشن في الغالب، في الغالب يعني الاورجن اللي انت نقلته هيبقى شغال واكسبتد لان الاميون سيستم تقريبا سبريشن. ينفع عدى ثلاث شهور عشان امنع ريجكشن؟ ما ينفعش. ليه؟ ان انت دلوقتي اخبار المناعه بتاعت الشخص زي مفيش مناعه، وبالتالي هو عرضه للانفكشن. فهو اقصى فتره يقدر يستحملها بالاميون سبريشن مع نقص المناعه هي ثلاث شهور. طيب قدامك اختيار من اثنين، يا تضحي بمناعه الجسم يا تضحي بمين؟ يا تضحي بالاورجن. فاكيد في داهيه الاورجن. تمام؟ يبقى هم جم قال لك ايه؟ قال لك هم ثلاث شهور. طب لو زودت عن كده مناعه الراجل ده هتتدمر تماما، وفي الحاله دي هيعيش فور ايفر عنده مشكله في المناعه، يبقى بدل ما كان اورجن واحد بايظ كل الاورجنز بتاع الجسم بعد كده خلص. هي دي الطريقه اللي بيعملوا بيها الترانسبلانتيشن. طبعا الام اتش سي ده لازم انتوا عارفين فيه منه ام اتش سي 1 وام اتش سي 2، ده حسب السيلز. المهم هو نيوكليتد، اي نيوكليتد سيلز بتبقى موجوده عندي. طيب المفروض ان انا بعمل ايه دلوقتي عشان اعمل ترانسبلانت؟ بروح جايب تطابق اتش ال اي وام اتش سي، تطابق اي بي او، وبعدين ادي ثلاث شهور قبل وثلاث شهور بعد ترانسبلانت اميون سبريشن. و اكتشفوا ان في كوارث بقى بتحصل مع الاميون سبريشن. يعني احنا قلنا ان الاميونيتي بتعمل ايه؟ تيومر سبريسور جين، صح؟ لو ان في بعض التيومرز بتحصل اثناء التيومر سبريشن اللي انت بتعمله قبل وبعد، يعني اكتشفوا ان الريجكشن ليه بلاوي كثيره، ودي حاجات كثيره قوي عندنا في درس كبير قوي كده اسمه اميون ترانسبلانت انديوست كانسرز. يعني ايه التيومرز اللي ممكن تحصل مع النقل؟ الترانسبلانتيشن. ليه؟ ما انت بتعمل ايه في الاميونيتي سبريشن بكل حاجه بما فيهم التيومر سبريسور جي، فممكن عايز يدخل مني في ايه؟ في الرسم. طيب المهم انا اللي يهمني بقى في الليله دي كلها ان انا هعمل عمليه ترانسبلانت، وعلى الرغم من كده هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها ريجكشن. التوقيت هو اللي هيحدد نوع الريجكشن. يعني ايه؟ انت عملت ترانسبلانت، الريجكشن حصل امتى من الترانسبلانت؟ من ساعه ما انت نقلت. فطلع عندي ثلاث انواع، والثلاثه فيهم درجه كبيره قوي من الشبه متشابهين قوي، بس كل نوع فيه حته كده مختلفه. الثلاث انواع، واحد اسمه اكيوت ريجكشن، واحد اسمه كرونيك ريجكشن، في بقى واحد اسرع من الاكيوت اسمه هايبر اكيوت. طيب تعالى كده نتخيل، ادي اورجن مثلا زي الكيدني. لما بتنقل الكيدني انت ما بتنقلش الكيدني بس، انت بتنقل الكيدني جزء من الهايبر. تمام؟ عشان تخيط، هتخيط اليوريتر وهتخيط البلاد فيسلز، فدي دونر كيدني.
الكي دي بتاعت المتبرع بجزء من مين؟ من البلاد فيسلز اللي فيها ايه؟ اندوثيليوم. وبعدين انت هتعمل ايه؟ هتروح واخد الكيدني دي موصلها، موصل اليوريتر والفين والارتري، خلينا في الارتري، موصل الارتري ده ببقيه الرينال ارتري بتاع الريسيبيانت. الريسيبيانت كان عنده كيدني قطعتها ورميتها بايظه، وبعدين جبت الكيدني بتاعت الدونر، عايز اعمل ايه؟ عايز اخيط الكيدني بتاعت الدونر في البلاد فيسل بتاع مين؟ بتاع الريسيبيانت. وادي الاندوثيليوم بتاع الريسيبيانت. المفروض وانس انك وصلت، ايه اللي يحصل في الدم بتاع الشخص اللي انت نقلت له كيدني؟ يبدا يمشي الدم، يعدي هنا. الدم ده بتاع مين؟ بتاع الريسيبيانت. البلاد فيسل ده بتاع مين؟ بتاع الريسيبيانت. الكيدني دي بتاعت مين؟ بتاعت الدونر. والجزء البلاد فيسل ده بتاع مين؟ بتاع الدونر. لو انت عامل الموضوع ده مثلا في جامعه الزقازيق المعترف، ولا اي ماتشنج وخرف وعامل ضرب اي هبل، تمام، ولقيت الماتشنج ايه ده، انا نسيت اعمل الاي بي او مثلا، نسيت ايه، اي هبل بيت، تمام، ما حصلش ماتشنج كويس. فاول ما توصل الاثنين دول في بعض، وكان ده مثلا بلاد جروب مختلف عن ده، او في سب تايب مختلف عن ده، او ار اتش مختلف عن ار اتش، واندوثيليوم متعود على دم، ده متعود على دم، وده متعود على دم تاني، يعني انت في دلوقتي اختلاف ما بين الاثنين، فدم الريسيبيانت يعدي يشوف ده طبيعي، يجي على ده يلاقيه غريب، تمام، ويبص على الاندوثيليوم يلاقيه غريب، فيقرر انه يعمل ايه؟ يقرر ان هو يبدا يتعامل مع الاندوثيليوم ده على انه انتجين. ويا سلام بقى كمان، يا سلام لو كان هذا الشخص عنده الاميونوجلوبولين ام او جي ابنورمال هايبر سنسيتيف، هيتعامل مع الحتت بتاعت الاندوثيليوم دي على اساس انها ايه؟ انتجين. طيب هيعمل فيها ايه؟ هيمسك فيها. ايه اللي حصل؟ جهاز المناعه اللي باقي منه، لان انت عامل اميون سبريشن، اللي باقي من جهاز المناعه شايف ان الاندوثيليوم ده انتيجين، راح مطلع له انتي بادي. الانتيجين مسك في الانتي بادي، عمل اميون كومبلكس. طب وبعدين؟ الدم لف لفه كمان، وهو لافف في اللفه دي شايل ايه؟ اربسيز وبليد، كل ده ما يهمنيش، شايل كومبلمنت. الكومبلمنت وهو معدي لقى ايه قدامه؟ انجين انتي بادي اميون كومبلكس، راح جاي هنا وقال لك الحق في ايه؟ في مشكله عندي. فحصل اكتيفيشن للكومبلمنت. الكومبلمنت لما جه وترسب وقعد في المنطقه دي، هيجي جهاز المناعه هيجي يعمل ايه؟ دامج في المنطقه دي. السؤال بقى، دامج في الاندوثيليوم يساوي ثرومبوزس؟ فتتكون بمجرد ما سعادتك وصلت بعد اقل من ثواني، ايه اللي يحصل؟ الدم يمر مره يعمل اميون كومبلكس، يمر المره اللي بعديها الكومبلمنت يعدي يلاقي فيه هنا ايه؟ حاجه غريبه، يروح ماسك فيه، ينزلوا ضرب فين؟ في الكومبلكس. فيبدا يحصل اندوثيليال انجن، الاندوثيليال انجن ده يساوي ثرومبوزس. فين الدم اللي وصل للكيدني؟ بالسلام. فيقول لك ده هايبر اكيوت ريجكشن، ريجكشن بيسموه كده اون تيبل، قبل ما تقفل الكيدني تلاقيها اسودت وباظت واغمقت، ده معناه انها حصل لها ايه؟ انفاركشن وماتت عندك اون تيبل قبل ما تقفل بطن العيان. تمام؟ طب ده يحصل ليه؟ نتيجه لميجور ديفرنس انكومباتبل، في انكومباتبلتي، يا اما اي بي او، يا اما في بقى مشكله عنده هايبر سنسيفيتي، وبالتالي ده يعتبر تايب كام من الهايبر سنسيفيتي؟ تايب 3. فاكر الحته اللي قلت لك اعمل عليها اكس؟ هو ده الهايبر اكيوت ريجكشن، باسكولار ريجكشن. ايه اللي حصل؟ جهاز المناعه شاف ان الكيدني بالبلاد فيسلز بتاعتها بتاعت الدونر انت، راح هجم عليك. هجم ازاي؟ بعت الايميل جلوبال الام ام جي، مسك فين؟ في الانجن، عملوا كومبلكس، جابوا كومبلمنت. الكومبلمنت لما جه هي جهاز المناعه، الدمج اللي عندك هنا عمل ايه؟ ثرومبوزس. بالسلامه. الريجكشن ده خلال فيو مينتس،
وباظت العملية. تخيل بقى الليلة دي كلها باظت، وغالبا العيان ده بيموت قدامه لأن الدنيا بتتعك جوه. طيب ده اسمه ايه؟ هايبر اكيوت ريجكشن. امال بقى ايه الاكيوت ريجكشن؟ الاكيوت ريجكشن بيبقى عملت العملية وقفلت والعيان زي الفل، وبعد اسبوع 10 ايام اب تو شهر شهرين حصل ريجكشن. طب ليه بقى المره دي حصل ريجكشن؟ هل في اي بي او او الدنيا كانت مختلفه؟ لا، بس جهاز المناعه رافض، رافض حتى مع الاميون سبريشن، رافض انه يعترف بالجزء اللي انت نقلته له ده. هو الراجل ده طول عمره جهاز المناعه بالنسبه له مهما تدي فيه في الاميون سبريشن هيحصل له ايه؟ هيحصل سبريشن. ايه اللي هيحصل؟ اورجان ترانسبلانت. اول ما تشيل السبريشن ايه اللي هيحصل؟ يرجع يرفض الجزء ده. طيب مين اللي عندك بقى هيرفض الترانسبلانت؟ والله في انتي بوديز وفي سيلز. السؤال مين الاكشن بتاعه السريع، الانتي بودي ولا السيلز؟ الانتي بودي. فيجي يقول لك لو الانتي بودي هي اللي فيها المشكله ورافضه وجود هذا الانتيجين بالنسبه لها، هي شايفه ان ده انتيجين عمرها ما تتعامل معاه، طب احنا عمالين ندي فيك في الميون سبريشن عشان تعقلي، بنت مجنونه مثلا من الاخر، وعمال تقنعها بهذا العريس، تمام؟ وفي الاخر اول ما يقعدوا يقنعوها ويكلموها مش عارف ايه، حاضر وبس، وبعدين تمشي تتقبل تاني. فهو ده اللي هيحصل عندك، الانتي بودي رافضه تماما وجود الكدني دي. ما مش متقبلاها. مهما تدي في الميون سبريشن، طب وبعدين؟ بمجرد ما هتشيل الميون سبريشن هيحصل ايه؟ ده ممكن بقى الأسوأ من كده، انها ممكن تعمل ريجكشن اثناء ايه؟ اثناء ما انت بتدي في اميون سبريشن. طيب الريجكشن ده يبقى في صوره ايه؟ ان الانتي بودي هيهاجم مين؟ الوول بتاع البلاد فيسل. تتوقع ايه اللي يحصل؟ الوول بتاع البلاد فيسل لو اتهاجم في ايه؟ اندوثيريوم يعمل بالسلام. طيب ده يفسر لي ليه لما جيت قلت الاكيوت انه ممكن يحصل بعد فيو دايز. يبقى في الحالة دي مين السبب؟ الانتي بادي. طيب لو الانتي بادي كويس، بس هي المشكلة بقى في السي دي 8. السي دي 8 دي بطيئة قوي، عقبال ما بتيجي بتاخد وقت طويل جدا. حتى دايما هايبر سنسيفيتي بتاعها كان بيسموه ايه؟ سيل ميديتد او ديليد هايبر سنسيفيتي. فهي الاكشن بتاعها بطيء شوية. طيب السيلز بالنسبة لها جهاز المناعة عدى مرة واثنين وثلاثة عادي مفيش مشكلة، هي بقى نازلة بتتفسح عادي كده، وبعدين شافت دي قالت لك لا أنا مش متقبلها. هتقرر إنها تعمل إيه؟ تبدأ الإنفلاماتوري سيل تهجم هنا وتعمل إنفلتريشن، بس المرة دي بقى مش في الفيسل بس، ده في الفيسل وفي مين كمان؟ في الأورجن. يعني الأنتي بودي كان بيهاجم مين بس؟ في الوول بتاع البلاد فيسل. أما السيل دي هتهاجم مين؟ الأورجن بالبلاد فيسلز بتاعته كلها على بعض. وتبدا تعمل فيه ايه؟ تضرب في مين ومين؟ الوول بتاع البلاد فيسل وتضرب في الاورجان نفسه. طيب السيلز دي خد بالك، انت عملت تطابق وعملت كل حاجه كويسه، الخلل في الاكيوت ريجكشن هو خلل مين؟ خلل اللي انت نقلت له. ليه؟ هو جهاز المناعه بتاعه كده رافض اي حاجه، تمام؟ طيب السيلز دلوقتي هتهاجم مين؟ هتهاجم الكدني، تعمل فيها ايه؟ دامج نيكروزس في النفرون مثلا، طب يا سلام انا النفرون لو باظت باظت الكدني. او تهاجم الوول بتاع بلاد فيسل، بس بتهاجم مين اللي دايما انهي حته في الوول بتاع بلاد فيسل؟ المسل لاير اللي هي المايوسايتس، تمام؟ فالمسل دي هي اللي بتتحكم في الدايمتر فاز كونستركشن او فاز دايتيشن، تروح مفرتكات فيحصل كومبليت فاز كونستركشن. يبقى تاني ايه الفرق ما بين الاكيوت والهايبر اكيوت؟ الهايبر اكيوت غالبا كان فيه انكومباتبيلتي مع ايه؟ اي بي او. والرياكشن مشي في سكه ايه؟ اميون كومبلكس تايب 3 هايبر سنسيفيتي. يبقى الهايبر اكيوت ريجكشن، عشان بيتسال دايما في الامتحان يقول لك ايه يا ابني الفرق ما بين الهايبر اكيوت ريجكشن والاكيوت ريجكشن؟ الاثنين فيهم رفض للاورجن. هتقول له ايه؟ الهايبر اكيوت حصل امتى؟ فيو مينتس. طب ليه؟ علشان كان فيه incompatibility يا اما اي بي او يا اما اتش ال اي، ما كانش مظبوط قوي. طيب ازاي الميكانيزم؟ جسمك رفض الاورجان ده ازاي؟ جسمي رفض الاورجان لانه شايف ان الاندوثيريال ده ايه؟ انتيجين، بعت له انتي بودي عمل حاجه اسمها اميون كومبلكس، وبعدين جابوا مين؟ كومبلمنت.
الكومبلمنت بيعمل ايه في الاميون كومبلكس؟ سيفير انفلاماتوري رياكشن ريكروتمنت يستدعي بقيه انفلاماتوري سيل، ويعمل ايه في الاندوثيليال؟ انجري دامج وبالسلامه ثرومبوزس وتقفل. امال هنا ايه اللي بيحصل؟ انتي بودي وسيلز. لو الانتي بودي هي اللي فيها الخلل، هنا بقى الخلل مش في الاورجن ولا في التطابق، الخلل عندك انت. تمام؟ لو الانتي بودي هي اللي مختله هتبدا تعمل ايه؟ تهاجم الوول بتاع البلاد فيسل. طب وانا لو هاجمت الوول بتاع البلاد فيسل هيحصل فيه ايه؟ فاسكولايتس. لو حد فاكر الفاسكولايتس كانت بتعمل ايه؟ اندوثيريال انجن. تمام؟ ويدخلني في ثرومبوزس وقصه مقرفه كده. طيب دي دايما بتحصل امتى؟ ده ابدي. عشان كده قلت لك الاكيوت يا اما ايه؟ فيو دايز، بعد كام يوم، يا اما بعد كام شهر. طب لو بعد كام شهر مين اللي يبقى سبب في المره دي؟ هو السيل. طب ازاي السيلز بقى بتعمل؟ السيلز بتدخل عندي جوه الاورجن نفسه والوول بتاع بلاد فيسل. الانتي بادي كان هو على قد مين بس؟ الوول بتاع بلاد فيسل. اما السيلز تدخل جوه تعمل نيكروزس في التيشو، تمام؟ ونيكروزس برده، بس المره دي دايما بتنقي الحاجه الكبيره اللي هي مين؟ المصل. طب الكرونيك، بص هو الكرونيك ده الشخص كان ماشي طبيعي، الانتي بادي زي الفل، والسيلز عامله نفسها انها زي الفل، تمام؟ يعني معقول. وبعدين بعد 3 شهور بتعمل ايه؟ بتشيل الاميون سبريشن، تبدا السيلز تبان على حقيقتها. انت السيلز دي هنا في بتاع الاكيوت كانت ريزيست ايفن الاميون سبريشن، اما هنا السيلز دي يا ولاد بتقاوم شويه، بس الاميون سبريشن عملها ايه؟ سبريشن. وانس انك شلت الاميون سبريشن تبدا شويه السيلز ايه؟ تكتشف ايه ده؟ ده مش هو ده الاورجن بتاعي؟ ايه ده؟ لا ده في حاجات مش عجباني فيه، طب لما اروح اهاجم. طب هتهاجمه تعمل فيه ايه؟ هي مش بتهاجم بالمنظر العنيف، لا. هي بتبدا تنكش كده شويه حاجات كده في الاورجن اليوريتر. فتعمل مينيمال دامج هنا، فالدامج ده يعمل لي ايه؟ فايبروس. وتعمل لي هنا مينيمال دامج، فالدامج يعمل لي ايه؟ فايبروس. على المدى الطويل بقى سنين شهور يبدا بالتدريج يحصل ايه في الاورجان؟ يقول لك كده انتيمال فايبروزس. الانتيما طبقه الانتيما دي اللي في الارض اللي هي ايه؟ طبقه داخليه. يبدا بالتدريج يحصل لها لاير فوق لاير فوق لاير من الفايبرس تيشو. طب الفايبرس تيشو يعمل ايه في اليومن دلوقتي؟ يبدا يقلله او يقفله، صح؟ هيقفله صادنجلي ولا بالتدريج؟ بالتدريج. طيب السؤال، ازاي تعرف ان هذا الشخص دخل في كرونيك ريجكشن؟ يعني ايه اولا كرونيك ريجكشن؟ ريجكشن لعمليه الترانسبلانت اللي انت نقلتها بس بعد فتره طويله. المفروض بقى سعادتك تعرف منين ان العيان ده دخل في كرونيك ريجكشن؟ طبعا المفروض انت بتبقى عارف انه داخل في كرونيك ريجكشن. ازاي؟ دلوقتي لما انت كنت في البدايه هنا، كميه الدم اللي رايحه هنا اخبارها ايه؟ بدات تقل، صح؟ الفانكشن بتاعت الكدني المفروض يحصل فيها ايه؟ فالمفروض ان انت الشخص اللي بتعمله اورجن ترانسبلانت تقول له كل شهر هنعمل ايه؟ كدني فانكشن. لما تلاقي الكدني فانكشن بدات تختل يبقى معنى كده ان في ايه؟ في مشكله. تقول له طب نستنى الشهر اللي بعده، الشهر اللي بعده لقيتها بقت اسوأ من ده، يبقى انت عارف ان الراجل ده ماشي في سكه ايه؟ ان الفانكشن بتاعت الاورجن جرادولي بتقل. طيب الراجل ده المفروض اعمل له ايه؟ والله لو معاه فلوس نعمل له كمان واحده اورجن ترانسبلانت، لو مش معاه فلوس هو كده كده هيدخل فين؟ شرينا فين؟ تمام؟ ما انت بالمنظر ده جرادولي. طب واحد يجي يقول لي طب ما احنا ممكن نفقع مثلا واحد اميون سبريشن كده في السريع. طب ما هو الاميون سبريشن هو ليه ليميت 3 شهور مش هينفع تزوده معانا، تمام؟ فده انواع الريجكشن تقريبا كلهم لو حد فكر كلهم اشتركوا في حاجه، ان هم اشتركوا ان البلاد سبلاي اللي رايح للاورجن هيقل. عشان كده دايما دي بتعمل صوره فاسكولايتس ودي فاسكولايتس ودي فاسكولايتس، بس الميكانيزم مختلف. وهنا لازم تبقى فاهم الفرق. الموضوع مش حفظ، بالعكس ده انت لازم تبقى فاهم دي ايه ودي ايه ودي ايه. الهايبر اكيوت دي ايه؟ دي خلل مش منك بس، ده من الدكتور اللي عمل العمليه ومن المريض ومن الليله كلها. دي مثلا بتاعت الزقازيق. عشان كده مفيش وحده ليفر ترانسبلانت هتتعمل في الزقازيق لسه هتتفتح ان شاء الله. باذن الله حاجه كلها تمام.
محمد فضل حبيبي. ف يعني في مركز غنيم في المنصوره اشهر مركز اصلا لعمليات الرينا ترانسبلانت نسب النجاح نضيف قوي هناك يا ولاد. حتى المركز نضيف قوي يعني الناس بتحب تروح هناك تأيد شويه بيقول لك الدنيا جميله نظيفه حتى بيستقبلوا المريض ما فيش مريض بيدفع فلوس يا ولاد هناك. يعني ما بيدفعوش حاجه بيعمل كل حاجه ببلاش زي عندنا بالظبط زي دي كل حاجه ببلاش. الاشعه كانت ب 6 جنيه باين ولا مش عارف ب 10 جنيه بقت ب 26 جنيه مجانيه. مجانيه. طيب الهايبر اكيوت ريجكشن دي حاجه بايظه. بص الليله كده كلها على بعض بايظه يا اما انكومباتيبلتي اي بي او. بص في حاجه بالاضافه كمان ان الشخص ده كمان عنده مشكله فين؟ في الاميون. ده يمشي في اني سكه تايب 3 هايبر سنسيفيتي انجن انتي بادي رياكشن اميون كومبلكس. اميون كومبلكس يجيب كومبلمنت الدنيا تتعجن ثرومبوزس باظت. ده اون تيبل يقول لك كده والعيان ممدود قدامك كده اون تيبل ريجكشن تلاقي الاورجن اغماء والدكتور لطم والدنيا باظت. الاكيوت ريجكشن ده قفلته زي الفل قام قعد العيان في العنبر بقى تمام وبعدين فجاه العيان حصل له مصيبه. طب ايه اللي حصل؟ والله قالوا الاكيوت ريجكشن ده ما كانش فيه مشكله في التطابق من البدايه. المشكله عند المريض يعني الانتي بودي بتاعه مش راضي يستجيب عمال تقنعه بالاورجن وتعمل عليه ضغط مش راضي يستجيب. ده ايفن ممكن مع الاميون سبريشن اللي انت عمال تديهوله ده برضه يحصل ايه؟ يحصل ان الانتي بودي يا ولاد يرفض الاورجن. الانتي بودي لما بيرفض الاورجن بيرفضه ازاي؟ بانه بيهاجم الوول بتاع بلاد فيسل اونلي بس. ما يقدرش الانتي بودي ما عندوش الامكانيه انه يدخل جوه الاورجن ويهاجم. اما السيلز لا باش برنس تستنى وتطلع بعد فتره بس لما هتطلع هتاخد الليله كلها الاورجن بالبلاد فيسل بكل حاجه فيه. طب بتهاجم في ايه في البلاد فيسل مين دي؟ المايوسايت. الكرونيك الكرونيك يعني هو الفكره مستغل. الكرونيك مستني انك ترفع الاميون سبريشن وبالتدريج كده هيبدا يحصل فاسكولاريتس في الخلاسل واحده واحده وانت مش داري بيه. فيبدا يحصل انتمنت الطبق الانتما كده يبدا يحصل فيها فايبروزس بسيط. بالتدريج كده شويه انتمنت فايبروز وبعد كده فجاه تفاجئ بقى ايه؟ ان الدنيا عماله تتدهور. طب بعرف منين ان العيان ده دخل في كرونيك او داخل في كرونيك؟ ان انت بتتابع الفانكشن بتاعت الاورجن بتلاقيها ايه؟ سلايتلي ديكريز جرادوال بعد كده واحده ورا. بص كل بص نسب الترانسبلانتيشن بتنجح نسبه 20%. احنا عندنا عمليتين في الليفر في حالات الاتش سي سي بكتيريا كارسينوما. يا اما بشيل بستأصل الورم بس يا اما الافضل ان انا اعمل ايه؟ اعمل زرع في الكبد. طب نسب نجاح يعني لو العمليه نجحت نسب ان العيان يعيش بدون ورم يسموها 5 year survival rate يعني من غير ورم لمده 5 سنين في الترانسبلانت 75% هيعيش في الريسكشن بس انه يشيل ورم 15%. فالعقل يقول ان انا اعمل ايه؟ الترانسبلانت يعني العيان من الاخر ان الورم يرد عليه خلال 5 سنين 85% مع الريسكشن. يعني انت شلت كل 100 عيان شلت لهم ورم الكبد 85 هيرجع تاني. اما العيانين اللي شلت الكبد انا الاولاني شلت له الورم بس ولسه الليفر بتاعته زي ما هي. الثاني اللي انا بتكلم عليه بشيل الليفر كلها واجيب له ليفر جديده. نسبه انه يرجع له الورم كام؟ اقل من 25%. طيب يبقى الافضل ان انا اعمل ترانسبلانت. طب ليه بيعملوا الريسكشن دي؟ الويتنج ليست. الويتنج ليست طويله قوي. ليه؟ انت محتاج تنقي واحد متطابق معاه وبعد ده كله يوافق انه يديلك الليفر بتاعك او فص منها. فالموضوع بيطول. فدايما يقولوا كده 20% من الويتنج ليست بيموتوا بره مش في مصر. السيلز بتعمل انفلتريشن وتسحب معاها فايبرس تيشو وكده بتعمل ليه كده؟ بص بقى في حاجه جميله قوي يا ولاد. انت كده اتكلمت على اول ريجكشن
بص التناحة بقى في النوع الثاني من الترانسبلانتيشن. الترانسبلانت هو اللي هيرفضك. يعني ايه الموضوع ده؟ اشهر عملية ترانسبلانت دايما مشهورة قوي اللي هي دايما بندرسها اسمها بوم مارو ترانسبلانتيشن. ايه دي يا ولاد؟ البوم مارو ترانسبلانتيشن واحد عنده كارثة في البوم مارو، وغالبا الكوارث دي بتبقى في الصورة يا اما ليمفوما او لوكيميا، سرطان دم او سرطان في الليمفوسايتس. فالحل ايه؟ المصنع اللي بيطلع لك وايت بلاد سيلز من الاخر بايظ، يبقى ايه الحل؟ شيل المصنع وهات مصنع جديد. حلو قوي، ده اللي احنا بنعمله. نبعت العين نشحنها على معهد نصر او كده، يلا روح اعمل ايه؟ عمليه بون مارو ترانسبلانت. المفروض منطقيا بون مارو ترانسبلانتيشن دي حاجه بيس اوف كيك كده، حاجه بسيطه 150,000 جنيه، تمام؟ حاجه ممله. المهم ايه اللي بيحصل؟ العيان ده بتروح جاي واخد نخاع واحد ثاني، واخد ايه منه؟ الستيم سيلز، وزرعها في النخاع بتاعه. يعني من الاخر كده انت زارع نخاع بتاع مين ده؟ بتاع الدونر جوه جسمك. ايه اللي موجود دلوقتي؟ البون مارو ده مش بتاعي، البون مارو ده بتاع واحد ثاني. فالبون مارو ده بقى يبتدي يرفض جسمي انا، يبتدي يتعامل مع ان جسمي ده ايه؟ انتيجين. فيبدا يطلع التي سيلز بقى او الليمفوسايتس، تطلع سايتوكاينز واتاك بقى مين؟ كل حته في جسمك. رافضه. فيسموا ده بقى ايه؟ جرافت. جرافت دي الحاجه المنقوله. فيرسس هوست. يعني مين اللي بيهاجم مين؟ الجرافت هي اللي بتهاجم الهوست. فده بيسموه جرافت فيرسس هوست ريجكشن. مين اللي بيريجكت؟ ده مين اللي بيرفضك؟ الجرافت. طب ايه المشكله؟ يعني الجرافت دي هتروح تهاجم ايه؟ يجي يقول لك مثلا تيجي على البيليري سيستم تضربه فيقف يبوظ، الدنيا تقف هنا، يجي البايل ينزل يلاقي السكه دي بايظه واقفه، ايه اللي يحصل معانا ده؟ زيرمس. تيجي على الانتستين تقول له لا السمول انتستين بتاعتك دي، الميكوزا بتاعتك دي مش هي اللي انا عارفها، تمام؟ فتعمل فيها ايه؟ تضربها. الميكوزا بتاعت السمول انتستين والكريبس وظيفتها ابزوربشن، فالعيان مفيش ابزوربشن، بالعكس ده يدخل صدريه، تمام؟ تيجي على الكولون وتقول له لو سمحت الكولون بتاعك ده مش هو الكولون اللي انا متعود عليه، فتهجم عليه تفرتك الكولون، يبدا ينزف العيان، يدخل في ايه؟ بليدنج دايركت. الكارثه بقى الجديده، احنا البون مارو ده بنسحبه منين؟ ايه اشهر منطقه بتسحب منها البون مارو؟ ستيرنم دي اشهر منطقه، واليليا كريست. منطقه البون او البلبس فيها 40% من البون مارو. طيب انا افترض نقلت البون مارو ده كانت اللي في الاسترنم دي هي اللي فيها المشكله، رحت شايلها وحطيت مكانها ايه؟ ستيم سيل جديده وزي الفل. وبعدين كان هذا البون مارو بتاعك شايف ان البون مارو اللي في في بقيه جسمك انتيجين، هيبتدي يعمل فيه ايه؟ يهجم عليه، يعمل ايه في الار بي سيز؟ يكسرها، يعمل ايه في الوايت بلاد سيلز؟ يكسرها، ويبريت يكسرها. يعني في البلاد هيمسك كل حاجه في جسمك يدمرها. طبعا الحل شيلها خلاص، ما لهاش حل، تمام؟ بس طبعا مع العلم والتطور ما عادش الكلام ده موجود، لانهم بيعملوا تطابق ان فيترو، تمام؟ بره ما عليك. ده اسمه ايه؟ جرافت فيرسس هوست. نعم؟ لا خليه بقى معاك وانا بقى ندعي. التطابق ده لسه جاي لنا سؤال في الامتحان اللي فات. التطابق ده بيعملوه بحاجه اسمها الاميون هيستو كيمستري، تمام؟ وبعدين بيدي حاجه هاي دوز بالكيمو ثيرابي، يدفع الراجل ده دوز بالكيمو ثيرابي عاليه قوي، تمام؟ عشان يشوف الريسبونس اكبر. ما علينا. نعم؟
فيرسس مش ستيف ماتشات كوره قبل كده بي اس فيرسس يعني ضد يعني ما يجي يقول لك بقى الفارما فيرسس البصري او الطارق فيرسس الدكتور كده يعني الشطر العنيف اللي قدام تشوفيه مذكره قد ايه؟ حاجه كده تمام لا دي مذكره كلها لا ما ينفعش ما ينفعش برضه من ده وما فيهاش رسومات وما فيهاش صور عادي بصوا يا شباب الشابتر ده من الشباتر اللي عايزه اعصاب هاديه كده وروقان مذاكره كتير هو مشكلته انه كبير زي ما انت شايف فالشابتر ده من الحاجات التقيلة شوية عندنا في المنهج فأكبر شابتر أعتقد أكبر مذكرة تنزلوا في الباثولوجي كلها يعني حتى مذكرة الإنجليزي 40 صفحة مش زي يعني هما الشابترين الشابتر ده في القصر العيني يا ولاد ما اسموش انفكشن اسمه جرانيوما ده بقى احنا هندرس جميع الانفكشن الكرونيك في جسمي طب الانفكشن دي ممكن تكون ايه؟ بكتيريا وده البلك الرئيسي عندي ده اللي هنقعد ندرس فيه تقريبا تلتين الشابتر وبارازايت مصر مشهوره بالبارازايت سيرفات بالهرزيا اندميك في مصر الانكليستوما اندميك في مصر الملاريا مش عندنا قوي بس بنجيبها احيانا مستورده و في ناس بيجيبوا لنا ملاريا والفلاريا مش كتير موجوده في البورين وبالبيس فكونوا في الشرقيه على فكره فلاريا في امراض كده البورين وبالبيس دول يا ولاد مكيفين على رايمس كبير هما ليه جميع هنبدا اول حاجه بالبكتيريا الانفكشن وده البلط الاساسي اللي عندي مبدئيا انا عايز اعرف البكتيريا لما بتدخل ايه الافكت اللي هتعمله ومين هم بقى ونقعد نرص بقى مع نفسنا تي بي وليبروزي حاجات كتيره كده بقى نقعد ندرسهم واحده واحده التي بي ده مثلا الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي ده كله في تي بي تمام ان هو التي بي ده اكبر حاجه ومسته حاجه سؤال مضمون سؤال هتدخل في الامتحان هتلاقيه حوالي 15 صفحه تدخل تلاقيه في الامتحان فنبدا بالبكتيريا الانفكشن السؤال الاولاني حد عارف السورس بتاع البكتيريا البكتيريا دي بتيجي لسعادتك منين جايه لك ازاي والله البكتيريا ممكن تكون حاجه من الاثنين يا اكسوجينس يا اندوجينس هو انا عندي فيه اندوجينس بكتيريا ايوه زي الايكولاي صح وفي بكتيريا اولاد في الاورال كافيتي اسمها ستريبتوكوكس فيريدانس الاندوجينس هل تمثلك مشكله؟ لا ما انت عارف من البكتيريا من ساعه ما تولد لحد ما تموت طب ليه ما تمثليش مشكله؟ لان الميون سيستم محجمها امتى البكتيريا دي تعمل لي مشكله؟ لما الاميونيتي تقل بس شكرا طب الاكسوجينس لا دي حاجه جايه لي من بره طب جايه من بره طرق ودي ثبتها بقى من دلوقتي طرق دخول البكتيريا لجسمي ايه الطريقة اللي ادخل بيها البكتيريا جوه جسمي؟ يا اما شميت البكتيريا انهاليشن ودي بالعقل كده هتدخل فين؟ ريسبيريشن يا اما كلتها طب يبقى فين؟ في الجي اي تي تمام؟ يا اما حقنتها في الدم شيرت نيدلز والكلام ده كله بقى وطبعا الفيروس بيبسي الكلام ده كله برضه انا بنتكلم فيه والسيفلس والمصيبه الكبيره بتاعت السيفلس في الانجكشن تمام واخيرا حاجه اسمها سكين كونتاكت ايه بقى السكين كونتاكت ده؟ دي يا ولاد مشكله يعني مثلا 90% من الدكاتره اول ما تشوف عيان مثلا سيلز مثلا عنده ايدز يخاف يسلم عليه ليه؟ معرفش
طب هو السؤال، مريض فيروس عنده كانسر، في حاجات كده متخلفه كده بنقابلها من دكاتره كتير قوي، بيبقى متخوف من حاجات. السكين كونتاكت ده حاجتين، يا اما دايركت سكين تو سكين، وده في امراض زي السكيبز. ايه السكيبز ده؟ الجرب. ده سكين كونتاكت ده بقى دي مشكله. ليه؟ ما هو البكتيريا بتعمل الجرب دي اصلا بتحفر انفاق، فعادي انت سلمت خدت نفس مثلا، هتلاقي نفسك ايه؟ ما هو السكين كونتاكت البكتيريا ممكن تبقى كده، او السيفلس. السيفلس من البكتيريات اللي بالسكين كونتاكت، تمام؟ بس في مرحله معينه وقت ما نوصل لها بقى تبقى تعرف انت تمسك ايه بالظبط عشان يجي لك. او الجزارين يا ولاد. ايه الجزار ده؟ بيعمل ايه يا ولاد؟ شغال او الجزار او الغرزجي، دكتور جراح، تمام؟ ده ايه مشكلته يا ولاد؟ ايه المشكله؟ هو ممكن يبقى بيقطع في لحمه وكده، او بيقطع في حاجه والسكينه متعصى بكتيريا، وبعدين يروح جاي معور ايده. لما عور ايده مكان الجرح ده، تمام، تدخل بكتيريا انتراديرمال في السكين، او وانت بتخيط اتشكيت بالابره، الابره دي ممكن تدخلك ايه؟ ممكن تدخله بس فين؟ في السكين. ودي من ضمن الحاجات، يعني في ناس كتير قوي يبقى بيتعامل مع عيان مثلا فيروس سي ويبقى بيخيط فيه وما يعرفش، عادي احنا ما نعرفش اصلا، بنخيط ونلبس عادي، وبعدين يكتشف بعد كده مثلا بعد شهر ان هذا العيان مثلا عنده فيروس سي. اولا نسبه ان انت تتنقل ليك فيروس سي بالشكه نسبه ضئيله جدا 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 كمان، ده مبدئيا. يقوم هذا الدكتور المتخلف يعمل ايه اول ما يلاقي عنده كده؟ يروح يعمل ايه؟ يعمل تحليل فيروس سي، تمام؟ فيروس سي يا حبيبي من ساعه ما يتنقل ما تقدرش تطلع الانتي بودي غير بعد 6 شهور، تمام؟ فتقل واستنى وتكيف 6 شهور وبعدين اعمل. عشان كده انا بعمل تحليل فيروس سي كله 6 شهور. ليه؟ ما هو انا لو اتشكيت في النص، تمام، استنى بقى 6 شهور اللي بعديهم لحد ايه؟ ما يبقى. فموضوع السكين كونتاكت عشان تبقى فاهمه، بس السكين كونتاكت ده اللي هو ايه؟ يا اما كونتاكت مع واحد عنده الانفكشن، بس ده مرض جلدي معدي زي الجذام، في مرض اسمه الليبروزي او الجذام، يا اما هنبقى ندرسه برضه، يا اما الانوكيوليشن يعني انك عورت الجلد واتنقل. طيب كده انت فهمت الطرق ودول اللي هيثبتوا معاك. ايه بقى اللي هيحصل لما البكتيريا تشرف وتدخل عند سعادتك؟ والله البكتيريا ممكن تنزل بنفسها، وده لو البكتيريا مطايره بتتحرك، او البكتيريا ما بتتحركش، ما بتعرفش تتحرك بس بتعرف تفرز توكسين، فتنزل التوكسين في الدم، او البكتيريا والتوكسين ينزلوا مع بعض، او ميتابولايت التوكسين، ودي بقى حاجه هنبقى نشوفها كمان شويه. طيب تعالى نبدا بقى ندرس كل حاجه من دول، ايه الايفكت؟ بكتيريميا وسبتسيميا وتوكسيميا وسبريميا وبايميا، كل ده هنشوفه. نبدا اول حاجه بالتوكسيميا. لو واحد جه قال لك اديني يا ابني تعريف كلمه توكسيميا، يعني ايه؟ توكسيميا توكسينز ان ذا بلاد. شايف تعريف سهل ازاي؟ مش محتاج هاتس تقعد بقى تهري وتنشر حاجات كده مالهاش لازمه. يبقى بريسنس اوف توكسينز في البلاد. طب السؤال، ايه انواع التوكسين اللي تعرفوها جنابسي يا دكتور؟ يا اما البكتيريا دي افرزت التوكسين براها خالص يبقى اسمه اكزوتوكسين. مين البكتيريا اللي تعرف تعمل اكزوتوكسين؟ الجرام بوزيتيف. اديني يا ابني 2 جرام بوزيتيف، اعطيني 2. مين دول؟ خدنا 2 بكتيريا، واحدة اسمها الشيجيلا وواحدة اسمها الدفتيريا، والاثنين دول حد فاكرهم كنا خدناهم في السودو ممبرينوس، والاثنين كان فيهم تريت اكزوتوكس. الدفتيريا تقريبا ما عادتش موجودة، أما الشيجيلا دي موجودة ولا موجودة بالذات بقى في الموالد وال هما كنت عارفه قبل كده بيمشوا الدنيا ازاي؟ جيب رقاصة، جيب المولد، ويجيب حلويات منتهى الصلاحيه وحش يا معلم. الشيجيلا دايما بتبقى في الليله دي. ما علينا.
عشان كده بروح السنسور اصلا من غير ما تاخد اي حاجه. الجرام نيجاتيف، الجرام نيجاتيف ما تطلعش. عشان كده العيل العبيط اللي لما كنت بكتب سؤال الكوليستريديا اكسكريت اكسكريت ويقول لي اندوتوكسين، ببقى من جوه كده مش مظبوط. ليه؟ الجرام نيجاتيف اندوتوكسين، الاندوتوكسين عمره ما بيبقى اكسكريت، ده لازم تروح. طب مين اشهر جرام نيجاتيف يا اولاد عندي؟ منينجوكوكاي. طيب التوكسين دي بقت في الدم، ايه الايفكت بتاعها؟ والله وجود التوكسين في حد ذاته بيحفز خروج ميدييتورز، فتعمل لي الفاهم، ايه الفاهم دول؟ فيبر وانوركسيا وديكوز. تقريبا دول موجودين مع اي هبل. طيب التوكسين دي نازله في الدم صح؟ هتروح فين؟ هتروح للاورجن صح؟ اول واهم واحد من السيل انجري درسناه كان هو الهايبوكسيا وبعدين التوكسينز. يبقى معنى كده انها تروح تعمل سيل انجري. طب سؤال، انواع السيل انجري يا اولاد؟ يا ريفرزبل يا ريفرزبل صح؟ لو كانت كميه التوكسين دي كميه قليله معقوله يبقى يعمل ايه؟ ريفرزبل سيل انجري زي بلاد سويلنج او فاتي تشينج. طب ولو الدنيا نيلت خالص يجي كده مثلا يروح للاورجن زي الكدني زي الليفر او الكدني يروح يعمل فيهم ايه؟ دامج بس خفيف كده فلوس سويلنج فاتي تشينج. طب لو الدنيا عكت ويا سلام بقى لو مع المنينجوكوكاي وراحت كده على البوست سوبرا رينال جلاند ودمرتهم، حاجه قلناها زمان كده اسمها ووتر هاوس في ريجريسيون سيندروم، وحتى قلت لكم وقتها مع مين؟ مع الجرام نيجاتيف باكتيريا. طب التوكسين بعد كده ولا تمشي وتتفسح في الدم، خايف منها في ايه بقى؟ المصيبه اللي جايه انها تروح لمين؟ للباشا البوم مارو. فاكرين التوكسينز كانت بتعمل ايه في البوم مارو؟ بوم مارو ديبريشن. عشان كده تعمل ايه؟ انيميا او ليكوبينيا. ارجع زمان كده لما كنا بنيجي نتكلم على التيفود، ما هايلي توكسيك التيفود كنا بنقول انه بيعلى بالمونوسيتوزس، بس كان ايه اللي بيحصل في بقيه الوردة بتدي والابسيس؟ لينتر اون بتتكسر. يبقى معنى كده لو انت عندك البكتيريا دي بتفرز توكسين والتوكسين بس هي اللي نزلت في الدم، يبقى معنى كده سعادتك هيجي لك ايه؟ واحد الفيبر والنيورتسيفيدوكونيز. لو التوكسيك كميتها قليله يبقى ريفيرتبل سيل انجري في صوره كلاود سويلنج او فادي تشينج. لو زادت يبقى في صوره ايه؟ ها؟ نكروزس. ولو زادت قوي بقى بالذات مع المنينجوكوكاي سوبرا رينال جراند بايلاترال دامج سميناها ووتر هاوس ريتراكسون سيندروم. واخيرا تروح لبوم مارو بالسلامه، راح البوم. تخيل بقى لما يجي لك سؤال في الامتحان اسمه توكسيميا، سؤال بخمس درجات فله حاجه كده وهميه، طبعا ما بيجيش تمام؟ ما بيجيبوش. بس ده يعني ايه لما يبقى الراجل قام وتوصى قوي بالدفعه وحاسس انهم ممكن يسقطوا تمام؟ فاقول لك لا طب الحق ايه؟ نجح العيال بسؤال توكسيد. طيب تاني حاجه بكتيريا في الدم، تعالى يا ابني. بكتيريا دخلت الدم عند سعادتك. ازاي البكتيريا دي تدخل الدم؟ وهنا بقى ركز علشان الناس احنا في شهر مفترض كده بتاع برد وحاجات جميله. ففي ناس يا ولاد عندهم كده مشكله اسمها الجيوب الانفيه. دول بقى نعمل معاهم ايه؟ نتصرف معاهم ازاي؟ دول يا ولاد في حد خف من الجيوب الانفيه؟ ولا هتخف تمام؟ طب ليه؟ لان سعادتك عندك بكتيريا قاعدة وعايشة في المنطقة دي، بيسموها كده. أولا تعريف بس بكتيريميا هي وجود بكتيريا في البلاد، وزود توكسينز. طب الكتاب مش يسكت، قال لك وز ممكن يبقى معاها توكسين ان رير كيسز. طب فين هم الرير كيس؟ ما كتبوش يعني، هو كاتب الديفينيشن كده. طبعا ده هوكس، ليه؟ هو بكتيريا وزاد توكسين. بكتيريميا يعني بكتيريا في البلد، لان لو ويز توكسين بقت سكتسيميا، فهو بكتيريميا بريزنس اوف بكتيريا ان ذا بلد بس. طيب وجود البكتيريا في البلد ده، البكتيريا دي اصلا جايه لك منين؟ بسيط، ايه الاماكن اللي البكتيريا تقعد لك فيها؟
هو غالبا بيقولوا ان البكتيريا دي بجد بتبقى قاعده في منطقه ومستخبيه فيها، فبيقولوا عليها دي منطقه بؤره بيسموها كده سيبتك فوكس، بؤره بكتيريه. طيب ده ايه ده؟ تمام. الفكره بس انا شلت الجزء اللي فوق ده رميته مش عايزه، انا ببص على الاورال كافيتي. ايه الاماكن اللي في الاورال كافيتي دي؟ كوارث بقى عند ساعتها. دول التونسل يا اولاد، احيانا بنضطر نشيل التونسل. تمام. بص التونسيلكتومي الانديكيشن الوحيد ليها بره هو الريبيتد انفكشن. بيجي عارفين يعني ايه تونسيلكتومي؟ استئصال التونسيل. كم واحد شال تونسيل؟ ربنا يبارك فيك. تمام؟ وفي عيال بتتفشخر انها تقول ده انا شايل الناس. بص يا ولاد التونسيلكتومي كونترا انديكيتد بقى لها 25 سنه بره. تمام؟ طبعا الكلام ده ما ينفعش تقوله في وانت داخل شافه الاي ان تي مثلا لو جاي عندك عشان ده اكل ايه؟ دكتور تنزل. تمام. هوب بيشيل فتح 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 ويشيل. الفكره في ايه؟ التنسيلكتومي الكونترا انديكيتد انها تتشال الا لو بقت سيبتك بالمنظر ده. يعني ايه؟ سيبتك فوكس، كل شويه تطلع بكتيريا، فالبكتيريا دي تدخل الانسان في ايه؟ في جنرال انفكشن، صح؟ فقالوا ده الحاجه الوحيده اللي بيشيلوها. طب بيشيلوها ليه بقى؟ عشان ريبيتد انفكشن؟ لا، علشان الطفل بيضطر يغيب عن المدرسه، فالريبيتد ابسنس من السكول ده بيتعارض مع حياته الشخصيه. بس ده السبب الوحيد اللي يخليهم يشيلوها عشان كده بس. تمام. وايه ريبيتد يعني كام؟ سبع مرات في السنين. اللي هو سبع مرات طبعا. هناك عندهم اولاد ليهم اهتمامات ما تنفعش معاهم. طيب ايه كمان من الاماكن السيبتك فوكس؟ دول يا اولاد ايه دول؟ دول الماكسيلاري ساينس. الماكسيلاري ساينس ايه المشكله؟ لو انت جيت رسمت الماكسيلاري ساينس دي كافيتي تقريبا مقفول اير سبيس، وعشان كده الانفكشن لما بتدخل فيه علاجه صعب. طب ليه صعب؟ كافيتي مقفول. طب يحلوها ازاي؟ تقعد تهري وتنبض في نفسك وتاخد ادويه ولا بتجيب ريسبونس. عارف ايه الحل؟ بسيطه جدا. روح دكتور قول له بص بقى انا جبت قفل. حاضر حبيبي. روح فاتح فتحه هنا وجايب شاكوش ويقعد يكسر 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 في الحته دي كلها ويشيل الميكوزا وبرضه هترجع لك تاني. يعني اغلب الحالات بترد تاني. اه خلاص لازقه معاك. طيب او ايه كمان؟ يقول لك بقره كده زي الجول بلادر كوليسيستايتس قاعد كده في انفكشن محترم. الجول بلادر عماله كل شويه تبعت انفكشن. واخيرا منطقة زي الفل وزي العسل الاورال كافيتي. فاكرين الممرضة اللي طارت قلت لكم شاطر بشلوت ليه؟ راحت جاية معقمة، يعني الدنيا متعقمة كل حاجة، وهي بوظت تعقيمة بمصمصة من شفايفها. الفكرة كلها الاورال كافيتي في بكتيريا اسمها ستريبت فيريدنس، هي دي المصيبة اللي عندنا. ايه المشكلة يا ولاد؟ الستريبت فيريدنس اللي موجوده عندك دي ايه خطورتها؟ لو المناعه بتاعتك قلت. يعني ايه لو المناعه قلت؟ لو مناعتك قلت مع وجود بكتيريا زي الستريبت فيريدان. على فكره الستريبت فيريدنس هي الكومونست سورس اوف بكتيريميا. ازاي البكتيريا دي تدخل في الدم عندك؟ ابلعها. شكرا. دي جي اي تي فتح عندك عبد الله. يحصل ايه؟ يحصل ايه؟ انجري فين؟ في الاورنج بيخلص. حاضر ان شاء الله. بص يا ولاد الناس دول اللي عندهم ماركت ديفيشنسي في الاميونيتي، تمام؟ في بريكوشنز عمرها ما بتحصل في مصر. انه وهو راح يخلع سنانه وانت بتخلع سنانك في دم بينزل، صح؟ ليه؟ لان الضرس دلوقتي لما اتشال اتكشف البلاد فيسل. فتخيل لو انت بقك موبوء بهذه البكتيريا ودخلت جوه عندك، فانت هو ده السورس. ان هو اثناء التوث اكستراكشن البكتيريا دي ممكن تدخل عندي فين؟ في الدم. عشان كده الناس دول اللي عندهم نقص في الاميونيتي
لازم يديله حقنة بنسلين قبل ما يعمل خلع للضرس، وهنعرف في الكارديو ليه. طيب البكتيريا دي دلوقتي نزلت الدم صح؟ ايه مصيرها؟ مصير البكتيريا دي ايه؟ والله دايما اسال نفسك سؤال، مش دي بكتيريا نزلت في الدم عندي؟ الدم ده رايح فين؟ رايح للليفر ورايح للكيدني ورايح للسبرين، دول بسميهم ريتيكولو اندوثيليوم. لو الاماونت بتاعت البكتيريا دي صغيره هتعدي على الكيدني والليفر والسبرين، تقريبا هيعمل فيهم ايه كلهم؟ هياكلها. فمفيش عندي خوف. يعني حتى لو المناعه بتاعتك قليله والبكتيريا دي نزلت ودخلت الدم عندك ما تخافش، لان لو كميه البكتيريا قليله الريتيكولو اندوثيليوم سيستم هيتخلص منها. امال اخاف امتى بقى؟ لو متوصي بزياده بقى، تمام؟ الحلو بزياده كده مديني كميه ضخمه من البكتيريا، ضربة حاجه في بقها مجاري ضربه طفحت في الدم، ادي الكارثه كلها. كميه البكتيريا هتنزل، الكدني والليفر والسبرين هيخلصوا اللي يقدروا عليه، وهقول لك سوري انا ما اقدرش اشيل اكتر من كده، ماليش دعوه. طب والباقي؟ الباقي يروح يترسب في اورجن، سنجل اورجن، ويبدا يترسب عندك ويعيش في اورجنز. وخد بالك من المعلومه دي، دايما اي زياده من البكتيريا عشان دي هنحتاجها طول شابتر الانفكشن. البكتيريا لما بتنزل في الدم يقول لك مصيرها ايه؟ قول له ثلاثه. واحد لو سمول اماونت ايه اللي هيحصل؟ ديستراكتد بالريتيكولو اندوثيليوم سيستم. لو مودريت اماونت هتعمل ايه؟ ايزوليتد انفكشن في اورجن. بتنقي اورجن وتروح تعيش فيه. ايه اكتر اورجن دايما الدم رايح له كتير؟ عشان كده اكتر اورجن هتروح تعيش فيه الكيدني. طب والبكتيريا دي لو راحت عايشت في الكيدني اسمها ايه يا ابني؟ ستريبت فيريدنس، تمام؟ ودي من العيله البيوجينيك، يعني ممكن تعمل ابسس، تعمل بقى سيلولايت، تعمل اللي هي تعمله، تمام؟ تعمل بيوجينيك. امال انا البكتيريا دي خايف منها ليه؟ ما يولع الكيدني، ما يحصل فيها ابسس، انا مش مهم، تمام؟ ما في كيدني تانية شغالة، ولو أبسس في حتة في الكيدني عادي نديله أنتي بايوتيك والراجل يبقى زي الفل. اللي أنا خايف منه المصيبة اللي جاية بقى. مين ده؟ ده الهارت. فاكرين زمان قوي لما جيت وأنا بشرح وقلت لكم ان الهارت ده كده المفروض ده هارت واحد سليم، بس لو جيت قلت لك ان العيان ده جاله وهو طفل صغير روماتيك فيفر، الفالف سليم ولا بايظ؟ بايظ. يعني اي بكتيريا هفا زي الستريبت فيريدنس ممكن تروح تضربها. يبقى بكتيريا قويه ولا ضعيفه؟ بكتيريا ضعيفه. طب وهل البكتيريا ضعيفه تقدر على الفالف؟ ما هو الفالف هو كمان ضعيف. فتيجي تعمل ايه في طبقة الاندوكارديوم بتاعت الفالف؟ التهاب. التهاب قوي ولا ضعيف؟ هو ظاهريا يبان لك انه ضعيف، بس هو هيعمل باد دامج في الفالف. ايه اللي حصل؟ فالف اتضرب، اتضرب في حالة روماتيك فيفر، فالفالف دلوقتي بقى ويك قوي، سهل جدا اي بكتيريا تخش تخرم الفالف ده. طب البكتيريا اللي هتدخل عندي وماشيه في الدم اسمها ايه؟ ستريبتوفيريدنس. هتيجي تعمل حاجه اسمها سب اكيوت بكتيريال اندوكاردايتس. ما تستعجلش عليه، لسه نشرحه في الكارديو. فاكرين كان عندي حاجه اسمها اكيوت بكتيريا اندوكارديتس وصاب اكيوت بكتيريا اندوكارديتس، دول كانوا بيعملوا فيجيتيشن. الاكيوت بكتيريا قويه، الصاب اكيوت بكتيريا ضعيفه. طب انا عندي ده ما فيش اضعف من الستريبت فيريدنس، بس امتى الستريبت فيريدنس تعمل لي مشكله في الهارت؟ لو كان بريدسبوز، يعني بايظ، تمام؟ يبقى بسرعه كده، ايه البكتيريا دي؟ بكتيريا في البلد جايه منين؟ ايه السورس بتاعها؟ اوعى تنسى الكلمه دي، سيبتك فوكس. افتكر انت ليه بتشيل التونسل؟ عشان سيبتك فوكس. ليه بشيل التونسل؟ سيبتك فوكس. طب الناس بيشيلوا الجول بلادر لو كانت سيبتك فوكس. طيب السيبتك فوكس بتاعت سعادتك ممكن تكون فين؟ ممكن تكون في التونسل، ممكن تكون في البارا نيزل ساينس، في المجزيلري ساينس ساينوسايتس، او الاشهر في الاورال كافيتي بكتيريا اسمها ايه؟ ستريبتوفيريدنس. ده ابو
السيبتك فوكس. طيب ايه الخوف؟ ايه مصير البكتيريا؟ سمول اماونت، مودريت اماونت، لارج اماونت. سمول اماونت تعمل ايه؟ ولا الهواء ولا تقلق، دي احفظها من دلوقتي. ديستراكتد فيرتيكولار انتيريور سيستم. مودريت اماونت هخلص اللي هقدر عليه، والباقي ايزوليتد اورجن، يروح يعيش في اورجن. واللارج طبعا المدرسه ما هتبيد. طب خوفك من الستريبت بريدنس دي في حاله واحده ايه هي؟ لو العيان عنده روماتيك. عشان كده يا اولاد اي عيان روماتيك فيفر، لو انت دكتور معاك دكتور اسنان محترم، كلكم رحتوا عند دكاتره اسنان صح؟ حد فيهم سالك عندك روماتيك فيفر؟ ادوا له حب يا اولاد. المفروض ان انت لو عندك روماتيك فيفر تمام وخلعت الدرس بتاعك، ممكن تدخل في عجينه جوه البكتيريا اليوكارديتس دي، ممكن تخلص عليه. طب هم بيعملوا ايه يا اولاد؟ وكلكم طبعا اقل من سن 25 سنه، فالمفروض ساعتك بتقعد تاخد حقن البنسلين لونج اكتنج لمده لحد ما توصل لسن 25 سنه اللي عنده روماتيك. اي هجس مره بس ان الاجهزه تبقى معقمه في ثلاث دقائق، هناخد حاجه كده ونقلبها بسرعه. هات لي اقلب صفحتين كده وهات لي حاجه اسمها السفرينيا. دي يا اولاد بتاعه استاذه جامعه الزقازيق المعتبره، بس فين؟ في الحمامات. لا يا ايه؟ هتشوف اللي دلوقتي. بص يا اولاد سابرينيا في صبر في الانيا صح؟ ايه بقى السابرينيا؟ ما هو يعني ما هو ايه صبره ايه؟ صبره فايت تمام؟ بص يا اولاد خطوات الولاده. انت بتولد ايه؟ بتولد ثلاث حاجات. ده البيبي، ده الامبراكال كورد ماسك في البلاسينتا. لما بنيجي نولد يا اولاد، هي مشكلتنا دايما بتبقى في حاجه اسمها البرايمي جرافيدا، اللي هي اول حمل او اول مره تولد. دي اللي بتبقى متعبه، مش عشان سويت، لا، اليوترس بتاعها بيبقى مقرف شويه. لدرجة إن في عامل هناك صحة متين بيجي ينام أولاً بركوعه كده وبيدوس على اليوترس تمام بتاع الست زي بتوع المصارعة كده تمام؟ أصل أنت مطلوب منك ثلاث حاجات تعملهم. ما هو وظيفة العمل إيه؟ بيساعد. طب بيساعد إزاي؟ خبوا تعالوا شوفوا ستجدوا ما يسرون. أنا المفروض يا أولاد أول ما الممبرين ده بيرابشر تمام والميه بتنزل، البيبي بيتزحلق بيتظلط كده بسرعه. انت بتعمل ايه؟ هتخش بالظبط ترابيزه الولاده والست قدامك والجردل موجود، تاخد الواد وتهشي الواد كده وعلى تمام وتقص تقص ايه؟ تقص الامبلاكا كده. وبعدين كده خلاص الواد المفروض ربنا يكرمه انت اديته للممرضه وراح الى حال سبيله. انت بقى المفروض تعمل ايه؟ تسحب الامبلاكال كورد اللي باقي، ما لسه في جزء. والاهم تسحب البلاسينتا وتبص عليها سليمه، الصوابع بتاعتها كوتوريدون سليمه زي الفل، الله هوب ارميها في الجردل. وبعدين تمد ايدك جوه تنظف، هي الليله بقى كلها في دي، نظف هنا. عشان كده العامل يا اولاد بيبقى تارس راكب بركبه او بذراعه فوق بطن العينه ليه؟ عشان ينزل، ما تلاقيش منه، ما تلاقيش تمام؟ ينزل كل حاجه، ده في الولاده الطبيعي تمام؟ في الصناعي السيزيريا دي مش عارف. ايه بقى اللي بيحصل؟ ايه قصه السابرينيا؟ بص السابرينيا دي يا اما مشكله المريض او المريضه يا اما مشكله الدكتور. عندكم اولاد كده لو رحت البلد كده مثلا مره بتلاقي يافطه حلوه كده كبيره، بطنه واطفال وحميات ونسا وجراحه وطهور كله. والله بلاقي كده حاجه لذيذه قوي. في بعض الناس يا اولاد هو ما ينفعش يقول لا، اي حاجه قدامه انا اولد. فممكن ما يعرفش يعني ايه حته سيبريت الكوتيليدون في البلاسنتا، فيولده وبعدين يسيب حته من البلاسنتا جوه ينسى تمام؟ او الخازوق بقى الثاني، بس دي مش مشكله الدكتور. دي واحده فتاه لعبد تمام؟ يعني ماشي شمال. وبعدين هذه الفتاة كانت حامل. ما علينا.
ومحدش راضي يعترف بالواد من اصدقائها كتير اللي حواليها. فقررت انها تعمل الموضوع ده حتى تتورط عندنا في المستشفى. تدخل حمام، انا بولد مش عارف ايه بتاع، وبعدين تروح معلوماتهم القيمه العنيفه عود ملوخيه، وتروح جايه الليم بارك ده اللي هو الليم بارك اللي هو عود الملوخيه جايه ايه؟ مفرقعه من البرين. ايه اللي هيحصل؟ الميه تنزل. ايه اللي هيحصل؟ الواد هينزل. وبمطوه بازازه بتاع وتروح ايه؟ قطع الامبلاك يا كوره. تقطع رقبة الواد. تلاقيش يا بنتي، انت مش عارف حاسك مستغرب. تعالي مره كده اوريك الحمامات عندنا عامله ازاي. وتلف الواد هوبا ويترمي في الحمام واللي يلاقيه. الحلوفه دي بقى ماشيه بايه دلوقتي؟ بجزء من امبلاكا كورد والبلاسينت. هتروح لقضاها تمام؟ تروح حاسه بايه؟ انها خلاص خلصت من الهم، وبعدين تدخل في مصيبه ثانيه. ايه هي بقى المصيبه دي؟ ان في ريتيند بارت من البلاسينتا، في جزء من البلاسينتا موجود عندها. طب ايه اللي هيحصل؟ لو الدكتور متخلف ده او هذه الفتاه المتخلفه دي سابوا جزء من البلاسينتا جوه، واقول لك كده ريتيند فيتال بارت او بارت من الكونسبشن، كلمه كونسبشن منتجات الحمل، اللي هم ايه منتجات الحمل؟ البيبي او الامبلات الكورد او البلاسينتا. الطفل بيتولد ما فيش حاجه فيه ناقصه، ولا ايد ولا رجل ولا بتاع، فالبيبي بيتولد ده ما هو، والامبلات الكورد بالبلاسينتا لازقين في بعض. فدايما هي المشكله بتبقى فين؟ في حته البلاسينتا. ده كده دلوقتي تيشو ميت موجود في اليوتراس. في حاجه بتشتغل على التيشو الميت؟ بكتيريا اسمها سابروفايتس. البكتيريا بتاعت السابروفايت تشتغل على التيشو الميت ده ويطلع توكسين تمام؟ هذه التوكسين تشتغل عليها تاني، تعمل منها ميتابولايت، تنزل فين؟ في السيركيوليشن. يبقى ايه هو السبريمنت؟ ده توكسينز اند الادق بقى توكسيك ميتابولايتس، عشان ما حدش يجي يقول لي طب ما ايه الفرق ما بينها وما بين التوكسيميا؟ لا، ده توكسين ميتابولايتس، تنزل فين؟ في الدم. تمام؟ فولوينج ريتيند بارت من الكونسبشن. اي منتج بقى من منتجات الحمل كده اتحشر جوه عشان. طيب السؤال الثاني، ايه اللي حصل؟ اللي حصل بمنتهى البساطه ان في جزء كده، ده بيسموه على فكره يا اولاد اسمه بيربرال سيبسس. حد عارف لفظ بيربرال؟ بيربرال يعني ايه؟ طب حد عارف يعني ايه بيربريم؟ بعد الولاده في فتره 40 يوم اسمها النفاس، تمام؟ هو اسمه كده بيربرال سيبسس، بيسموها حمى النفاس. البربريم ساعات كده اولاد بتسمعها ان واحده ماتت بعد ما ولدت، مش وهي استولدت، بعد ما ولدت، وغالبا بتكون والدتها داية مثلا او كده، او جوزها والدها اي حاجه. المهم تحس كده، بقول لك مثلا ماتت بعد اسبوع جالها تلوث ومش عارف ايه وبتاع وماتت. هو غالبا بتبقى ماتت بسبب حاجه اسمها حمى النفاس، بيربراتوس، مميته على فكره. ايه اللي نزل دلوقتي؟ اللي حصل عندك ريتيند بارت من البلاسينتا وبدات تشتغل عليه سابروفايت، بدا يطلع توكسين، اشتغلت على التوكسين، عمل توكسيك ميتابولايتس، وبعدين بدا يحصل ايه؟ بدا ينزل عندي ايه بقى في الدم؟ توكسيك ميتابولايتس. السؤال بقى يحلوا الليله دي ازاي؟ يعملوا ايه؟ بصوا يا ولاد، بيعملوا حاجه اسمها دي ان سي. حد عارف يعني ايه دي ان سي؟ دايلاتيشن اند كيوريتاج. ايه ده؟ دي اللي بيسموها توسيع وكحت، كحتيه اللي هي بالبلدي كده بيسموها كحتيه. بيدخل يا ابني يكحت ده، يكحت الاندوميتريوم كله، تمام؟ بص، هي البنوته الحلوه العسل السكره دي، دي كده بالسلامه غالبا مش هتخلف تاني في داهيه. انا يهمني ايه؟ انها تعيش. يعني هي انا عايز اوصل لمرحله انها تعيش، هي هتموت. فانت دلوقتي ممكن تعمل حاجه اسمها دي ان سي وتكحب تتوصى كده، تصنفر الاندوميتريوم من جوه. بس دي مش دي ان سي عاديه، دي ان سي مبالغ فيها شويه، لان في كارثه جوه هنا. عارفين يا اولاد لما بتجيب كيس زباله بترميه ثلاث ايام جنبكم؟ بالظبط. عارفه انت هو بالظبط ده كيس زباله. اللي بينتشوا منه. نعم.
Thank you.